الله والصلاة والسلام رسول الله وبعد. رجل شيخنا سفيه عنده أموال كثيرة أضعها على محرمات إلى غير ذلك. زوجته يعني أخذت منه ذهبا هو له لكنها أخفته عنه، وهو الآن هذا الذهب يعني بلغ النصاب. هل لها أن تتصرف يعني أن تأخذ منه مال بحجة احتياجات البيت وتخرج منه زكاة الذهب، أو تأخذ من الذهب وتبيع؟ وهل تصرفها في هذا الذهب صحيح أو غير صحيح؟ نعم، أما تصرفها على ذلك فهو صحيح، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما تصرفها في ذلك فهو صحيح، وأما الزكاة فواجب عليها أن تخرج الزكاة وأن تنبئ بها. تقول لك مال قد بلغ النصاب وأنا سأخرج الزكاة عنك، لابد، لأن الزكاة لا تصح إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن يمكن أن يقال بصورة أخرى أنها لما تأخذ من المال ينقص المال عن الذهب عن النصاب، يعني تأخذ من الذهب مالا لنفقة البيت. لا خلاص، واجب أن تلفت انتباهه إلى أن ينتوي أنه يخرج الزكاة، لابد، لأن الزكاة لا تصح ولا تجزئه إلا بنية. الزكاة لا تجزي عنه إلا بنية. شيخ لو علم ذلك هيطلب منها الذهب. شيخ شو في ذهب تاني؟ نفس الكلام. لن فهمت. لا تقول له ذهب، قلت لك تعرض، ما الذي تفعله؟ تقول له كان عندنا من مصروفات البيت وانت بتعطينا اياه بلغ المال نصاب واخرجنا المال، والان المال في ذهاب، يعني تقول له ذلك عشان ينتوي الاخراج، فينتوي بعد ذلك تخرج عنه وتخفي عنه بعد ذلك. فلا بد ان تستخدم الحيلة الشرعية للامرين، لان الزكاة لا تصح الا بنية، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. السؤال ماشي. رجل به رمد او به مرض في عينيه، فقال له الطبيب المختص جلوسك صلاتك جالسا يعجل من برئك. نعم، هنا هذه المساله لابد لها من نظر. النظر الاول ان يكون الطبيب مختصا، وان يكون ثقه، وان يغلب على ظن المريض ان هذا الطبيب حاذق وكلامه في غلبة الظن أنه يتحقق ما قال. هنا يجب عليه أن يصلي جالسا، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتعجيل البرء مطلب رئيس ومقصد شرعي، فيصلي جالسا تحقيقا لمقاصد الشريعة. نعم يجب ولا تقتلوا أنفسكم، لأنه لو قيل له بأنك ستنضر عقلا، يعني ممكن العين تنضر عمى أو تنضر عقلا، والعمى هذا سيعطله عن العبادة، سيعطله عن العلم، سيجعله ممكن يتسخط على قدر الله جل في علاه. هنا أسباب كثيرة جدا يجعلنا نقول له في هذا الباب يجب عليك أن تتبع الطبيب وتصلي جالسا. صلى خلف كافر وهو لا يعلم، وهذه حدثت شيخنا في العصر الحديث، يعني هذه ليست مسألة مستغربة. سنتين صلوا خلفه سنتين ثم اكتشف بعد ذلك انه كان يعني على غير ملة الاسلام اساسا. اعوذ بالله هذا غير متوقع، هذا في كوكب المشترى، يعني مش موجود على كوكبنا هنا، يعني على كوكبنا امر يعني صعيب. لا سنتين، لكن امام المسجد شيخنا لو كان دسيسا اعوذ بالله من غضب الله يعيد او لا يعيد؟ طبعا قلنا الإعادة، سنقول الإعادة أنه حكم شرعي، ومع ذلك لا يطلب منهم الإعادة. أنا لو قلت بالإعادة وسأقول بالإعادة، لكن سأقول أن الإعادة تكون لآخر الصلاة. لأنه يشق عليهم إعادة السنتين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة، نجيبوا الناس منين؟ هو جاءته المرأة قالت إنما أسد يسدد، جالك السنين لا تصلي من أجل الدماء التي كانت تنزل عليها وكانت استحاضة ليست حاجة، ما أمرها بقضاء السنوات الماضية. الرجل جاء ويصلي، قال السلام، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل عشان نفهم المسألة جيدا، الرجل قال والذي نفسي والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما رأيت، مع ذلك أنه سنين طوال يصلي بهذه الصلاة التي ليست صلاة، لأن النبي ما اعتبرها صلاة وقال له ارجع فصلي فإنك، يبقى في السنين الماضية لم يصلي ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاق تجري بالتأثير. وشيخنا آخر الصلاة هم اتقوا الله من استطاع، ليه نقول بالإعادة؟ والحق أننا نقول هنا سنقف على مسألتين. أصل مسألة فين؟ أصل مسألة هنا أنه من صلى بهم صلاة، وإن كانت من صلى بهم صلاة
يظن انها تصح وهي في حقيقه امر لا تصح، صحت لهم ولم تصح له. مظبوط. هنا الان هو يصلي صلاه لا يظن انها تصح على قولك انه كافر ويعلم انه كافر، فافترق. فلما افترق قلنا صلاه لا تصح بحال من الحال. دخل الامام بالمفهوم، دعك من هذا. مين انت اللي بيصلي بهم؟ الامام اللي بيصلي بهم. فافترق اللي بيصلي. الان عمر صلى بهم جنبا ويظن ان صلاته ايش؟ صحيحه. استبانت في واقع الامر انها ليست بصحيحه. فقلنا اذا صحت لان الامام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اماما، فالامام ضامن، اذا صحت لهم ولم تصح له. لذلك لما علم اغتسل واعاد وما امرهم بالاعاده. اما هذا يفارق، هذا يعلم انه ليس بامام وليس بمصلي فعليه بالاعاده. صلت خنسة او صلى خنسة بخنسة تصح الصلاه؟ الخنسة بخنسة على الراجح تصح الصلاه. ليش؟ على اساس ان المراه تصلي بالمراه تصح. بس في احتمال ان هي تبقى في احتمال تكون في مراه والثاني رجل. آه الاحتمالات، لكن يعني بس كثر الاحتمال. يعني مثلا لو صلى شوية لما تعددت الاحتمالات كان التوصيل في هذا الباب في ثلاثه صح واحتمال واحد بس الخطا، اللي هي ان هي تكون الامام هو المراه والمصلي خلفه هو الرجل. ده الاحتمال الوحيد. نعم. يغلب عليه الذكور الرواية. لا 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 لا، هو احنا بنتكلم عنه مشكل الان، ما مش معروف وهكذا. ما علاقش انك ذكرت ان هو او المذهب ذكر ان خنثى صلى برجل لا تصح الصلاه حتى لو احتمال حتى لو كان رجل. ده خلاص معلوم. ليش الاحتمالات المره موجوده؟ فاذا ما لا يدخل على شك. هنا بقى الاحتمال يعني العكس 75 25 هو هذا المره برجل برجل. ولذلك غلبنا ايش؟ غلبنا الاغلب. يعني يغلب هو الاغلب. لا الاغلب يغلب. ما اقولش ان في شك. الشك موجود. لكن الاغلب يجعلني فيه ننزل المظنه منزله المئنه، ويبقى شك تروي الشك عليها لا يزيلها. ولو ثبت انه ترك الشك تروي الشك لا يزيلها، لكن لو ثبت انه امراه حقا هيعيد الصلاه. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.